أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحياة والقانون. لا حياة بلا قانون ولا قانون بلا حياة. النهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا خاص بإجراءات التسجيل في الشهر العقاري. ناس كتير بتتساءل عن التسجيل في الشهر العقاري، ازاي انا هقدر اسجل شقه او فيلا او عقار او حته ارض انا قدرت استلمها من البائع، ازاي اقدر اسجلها في الشهر العقاري. وناس كتير ايضا بتتساءل عن موضوع التصرفات، عن موضوع ضريبه التصرفات العقاريه، هل مين الملزم بيها؟ هل البائع ولا المشتري؟ ان شاء الله تعالى من خلال هذه الحلقه نتعرف على اجراءات التسجيل وضريبه التصرفات العقاريه. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج الحياه والقانون، وبيسعدني طبعا ان يكون معايا زميلتي العزيزه الاستاذه سلمى السيد. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الحياه والقانون. بنرحب معانا بالضيف الدكتور بدر زكريا. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا دكتور بدر زكريا. دكتور بدر زكريا المحامي بالنقد والاداريه العليا والدستوريه، دكتوراه في القانون التجاري من كليه الحقوق جامعه عين شمس. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا. شرفتنا يا فندم. انا اللي سعيد. في البدايه كده، ناس كتير بتتساءل ومش عارفه تميز بين دعوى صحه وتوقيع ودعوى صحه ونفاذ، ويبقى عندهم غلط في بين الدعوتين. هل دعوى صحه وتوقيع بتثبت الملكيه ولا لا؟ من خلال فضل يا فندم ممكن تعرفنا ايه الفرق بين الدعويين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حصل لغط الفتره اللي فاتت دي، واحب ان انا ابدا كلامي بيه قول الله تعالى: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. علشان اتكلم مع حضرتك عن دعوى صحه التوقيع ودعوى الصحه ونفاذ، لازم افرق ما بين الدعوة دي والدعوة دي. الدعوة الصحة التوقيع دعوة تحفظية جاءت بالمادة 45 من قانون 25 لسنة 68. قالت المادة دي، قالت ان كل شخص في يده محرر غير رسمي او عرفي يجوز له ان يلجأ للقضاء لكي يثبت صحة توقيع أطرافه عليه وفقا للإجراءات المعتادة لرفع الدعوة. يعني هي كده بتنصب على التوقيع بتاع الشخص اللي هو فقط لا غير. فقط لا غير. لكن هذه الدعوة إيه فايدتها؟ فايدتها إن البائع ما يقدرش يتعرض للمشتري في الشيء المشترى، ده واحد. اتنين، بتحمي ورثة المشتري من ورثة البائع عند حال وفاة البائع، لأنها بتثبت التوقيع بالنسبة لوالده. بتثبت التوقيع ولكن على هذا العقد المحرر، ولكن بتثبت برضو التزامات البايع. يعني البايع بتثبت التزاماته تجاه المشتري، يعني ما يقدرش ان البايع يتنصل منها فضلا بتحمي البائع المشتري من الطعن بالتزوير عليها. دي في عجالة دعوى الصحة والتوقيع. طب دعوى الصحة والنفاذ؟ دعوى الصحة والنفاذ شرحتها أو جاءت بالقانون المدني، تمام؟ وهي قالت إيه مضمونها أو معناها؟ قالت إنها تعد وسيلة لإجبار البائع على نقل التزامات البايع للمشتري. وإذا امتنع البائع على نقل هذه الالتزامات، أجبره البائع على نقل هذه الالتزامات بهذه الدعوة. والدعوة دي بتبحث إيه؟ بتبحث الملكية، الأهلية، التمن، المساحات، سواء عقار أو شقة أو أرض فضاء، أو بتنقل الملكية من البائع للمشتري على طول. يعني هي كده نقدر نقول ان دعوة صحة ونفاذ هي بتنصب على مضمون العقد. بالظبط. اما كده دعوة صحة وتوقيع هي بتنصب على التوقيع. صحة التوقيع المنسب للشخص البائع. التوقيع. تمام. التوقيع. تمام. طيب السؤال اللي يعني متعرف عليه من الناس كلها، انا دلوقتي عندي شقة وعايزة اروح اسجلها، يعني اسجلها ازاي او اسجلها فين او اعمل ايه قبل ما اسجلها؟
اعمل ايه بقى؟ اتفضل. بصي حضرتك السؤال ده حير الناس كلها. تمام؟ اتفضل. انا انصح اي شخص معاه عقد ان هو يتقدم ليه محام ويقول له انا اعمل ايه في العقد ده؟ لازم حضرتك ازاي؟ لازم بالظبط اسجله ازاي؟ لازم حضرتك علشان تحددي انت هتسجلي ايه وهتسجلي ازاي بتجيبي العقد وتبص يا دكتور عمرو في بند الملكيه. لو الملكيه بتقول ان بدر زكريا اشترى من الدكتور عمرو بموجب عقد مسجل يبقى انا هنا هسجل تسجيل رضائي. تمام. اما لو جه العقد او بند الملكيه قال ان بدر زكريا اشترى من الدكتور عمرو والدكتور عمرو اشترى من الدكتوره سلمى والدكتوره سلمى اشترت من دكتور او دكتوره تانية وكل هذه العقود عقود عرفيه مش رسميه معنى كده ان انا هلجأ لي التسجيل القضائي او دعوى صحه التعاقد او دعوى الصحه ونفاذ. معنى كده حضرتك بتقول ان في نوعين من التسجيل. تمام. نوع رضائي ونوع قضائي. طب ممكن حضرتك كده تفصل لنا كده النوع الرضائي وبعد كده نتكلم عن النوع القضائي؟ احنا عايزين نيجي ثلاث حلقات. لا خلاص قول لنا باختصار كده. باختصار. قول لنا باختصار. حضرتك اشتريتي شقه ومعاكي العقد بتاع حضرتك. تمام. بتتوجهي للشهر العقاري ده في التسجيل الرضائي. الرضائي باخد معايا الشخص البائع والمشتري البايع معاكي. تمام. بتروحوا الشهر العقاري تتفضلوا بتخشوا ليه امين مكتب الشهر العقاري وتقولوا له احنا عايزين نسجل تسجيل رضائي. الراجل مشكورا بيديكي نموذج يقول لحضرتك امليه. بتملوا هذا النموذج. وعلى فكره معلومه ان البيانات اللي انت بتكتبها في هذا الطلب وفقا للي انت بتكتبه انت وهو من ناحيه المساحه ومن ناحيه الابعاد ومن ناحيه عدد الثمن. انت ممكن انت والبايع تكتبوا الثمن اللي انتوا هتتفقوا عليه في هناك في الشهر العقاري بخلاف العقد اللي معاك. بخلاف العقد اللي معاك. أيوه. من حقك ان انت تكتب الثمن اللي انت عايز تكتبه انت وهو. أيوه. ودي بتتعمل دايما علشان يعني الرسوم والضرائب والكلام دوت. ثم بعد كده ويجوز ان انت تاخد من البايع توكيل. لو خدت منه توكيل ايه؟ بالبيع للنفس وللغير؟ للبيع للنفس وللغير. وقبض الثمن. قبض الثمن. والتوقيع امام مصلحة الشهر العقاري والتوقيع على اقرار اول تعامل. أيوه. والحضور امام المحكمة والحضور امام اي جهة حكومية. من حقك تاخد. وانا افضل هذا الموضوع ان انت تاخد توكيل بجانب العقد اللي معاك. ده حسنا واحنا بنحرر العقد او بنكتب العقد. تمام. ثم بعد كده هذا الطلب بيتوجه للمساحة. المساحة بينزل بتدفع الرسم بتاع المساحة وبيبقى رسم بسيط مع الوضع الحالي وبيحددوا لك بيقول لحضرتك تعالى كمان 3 أيام. بتيجي كمان 3 أيام بينزل الراجل المساح معاك او المهندس او المساعد بتاعه بيرفع مقاسات العقار او الشقه او الارض اللي انت بتسجلها. تمام. وبيعمل حاجه اسمها كشف تحديد. بيحدد فيها المساحه كلها كل بيانات الشقه او بيانات العقار او بيانات وبيرجع يراجع الاستباره المساحيه بتاعه العقار اللي موجوده فيها الشقه سواء شقه او عقار او ارض ارض فضاء او. ثم بعد كده والتسجيل الرضائي بيبدا يعني في حاجه المحامين عارفينها كده يقول لحضرتك مقبول. مشروع مشهر. ده دي ايه؟ مراحل التسجيل صح؟ مراحل التسجيل. يعني مقبول مشروع مشهر. ايوه. انت في مرحله الشهر العقاري في الاول بتبدا من الشهر العقاري للمساحة بتاخد حاجة اسمها مقبول للشهر. ثم بعد كده بتتقدم لشهر هذا المشروع او بتعمل مشروع لشهر هذا المقبول. أيوه. ده في التسجيل الرضائي. أيوه. ثم بعد كده بتعدي بمرحلة مستندية لغاية لما توصل للشهر العقاري الرئيسي اللي انت بتبدأ تشهر العقد بتاعك وبتبقى نقلت الملكية الشقة بتاعتك. طب افرض بقى كده البائع امتنع عن التسجيل الرضائي
تمام. الحاله دي احنا بنلجا بقى للتسجيل القضائي، بتلجا للتسجيل القضائي اللي هو امتنع البائع عن التسجيل الرضائي، وبتبدا بعد مرحله المقبول بتبدا تروح ترفع دعوه في المحكمه الواقع فيها، المحكمه الابتدائيه الواقع فيها العقار. مرحله المقبول يعني معناها احنا كده الاول بنقدم بطلب عادي للشهر العقاري قبل ما بنرفع الدعوه قدام المحكمه، ده في التسجيل، في التسجيل القضائي. القضائي تمام، زيه زي التسجيل الرضائي، لكن دوت بيختلف التسجيل القضائي، لان انت عندما بتستلم كشف التحديد بتبدا ترفع الدعوه. وانا بانصح الساده المحامين اللي شغالين في هذا المنوال ان ما يروحش يرفع الدعوه الاول قبل ما يستلم المقبول من الشهر العقاري، علشان دعوتك ما يبقاش حكمها في الاخر عدم قبول او رفض، لان دعوه معقده ودعوه فيها مستندات كتيره، فممكن ان حضرتك تتاخر عن شهر العريضه او انهاء المستندات امام المحكمه، فالمحكمه مش هتديك اكتر من اجل او اجلين عشان تجهز هذه المستندات. تمام. ثم بعد كده تبدا شهرت العريضه، رفعت العريضه وشهرت العريضه، بترجع بيها للشهر العقاري تاخد صالح للشهر، ثم بعد كده ترجع تحضر المحكمه وتجيب مستندات. في مستندات هتجيبها اللي هي بتدفع الضريبة العقارية وبتدفع ضريبة التصرفات وبتجيب كشف رسمي وبتجيب مستندات هتجيبها يعني. طيب دلوقتي يا دكتور لو أنا رفعت دعوة صحة ونفاذ تمام في المحكمة، تمام، إزاي المحكمة بتنظرها؟ إزاي المحكمة بتنظرها؟ المحكمة بتنظرها زي أي دعوة عادية جدا، بس ولكن بيبقى بتدي أجلات طويلة شوية علشان بتدي المدعي فرصة أنه هو يجيب بقية المستندات علشان يشهر عريضته ويكمل مستنداته، والمحكمة بتبقى حريصة جدا في هذه الدعوة، حريصة على المدعي علشان حتى ما يفقدش دعواه بالرفض أو بعدم القبول. فندم، هو دعوة صحة التوقيع ممكن يحضر الشخص البائع أو الشخص الموقع على العقد وبيحضر المحكمة وبيقر بصحة التوقيع. توقيع. هل في دعوة صحة ونفاذ البائع أقدر لأنا أكبر اللي هو يجي طبعاً طبعاً ويقر بصحة هنا التوقيع؟ بس هنا يا دكتور عمرو أنت هتخليني أتطرق لنقطة، إن لو البايع جه وأقر بصحة التوقيع في دعوة الصحة وأقر بصحة بالتوقيع. معنا اتصال؟ معنا اتصال؟ اتفضل اتفضل. معنا اتصال؟ ايوه يا فندم، استاذ ياسر. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله وبركاته. تحياتي للاستاذ عمرو والاستاذه سلمى السيد، البرنامج الجميل بتاعه. اهلا وسهلا. وبعدين حضرتك بس اهلا بحضرتك يا فندم، عايز استشير الدكتور بدر بس في استشاره كده بعدين لحضراتكم يعني. اتفضل دكتور بدر مع حضرتك. اتفضل. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يخليك. حضرتك دلوقتي انا اشتريت شقه والصح المالك اللي انا اشتريت منه توفى. تمام. واولاده تعبني خالص ومش عايزين يسجلوا لي الشقه بتاعتي. تمام. انا دلوقتي ايه الاجراء القانوني اللي اقدر اخده عشان اضمن الشقه بتاعتي واضمن حقي؟ تمام. تمام، شكرا لاتصالك يا استاذ ياسر. يا ريت حضرتك يعني تقول لي اتوجه ازاي واعمل ايه عشان اشوف اخد حقي واعرف حقوقي ايه في الشقه ديت بالظبط. حاضر حاضر. ميرسي لاتصال حضرتك ودكتور. شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك يا استاذ ياسر. شكرا لاتصالك يا استاذ ياسر. اتفضل يا دكتور. المتسائل بيتساءل دلوقتي، هو معاه عقد بيع والورثه الشخص اللي هو اشترى منه هو كان تقريبا والد الورثه وبيتنكلوا منه او بيتنصلوا منه ومش عايزين يبداوا باجراءات التسجيل، في الحاله دي هو يقدر يعمل ايه؟ ده ملهوش الا دعوه صحه ونفاذ ويختصم الورثه كلهم في بموجب اعلام الوراثه. ايوه. اللي هم عملوه لوالدهم. ده ملهوش حل الا ان دعوه صحه ونفاذ ويختصم الورثه كلهم فيه. ايوه. هو ده. ثم وجم في المحكمه ما جمش هيتعلنوا مره واثنين، ثم بعد كده ياخد حكم بالصحه والنفاذ او صحه العقد كذا وكذا وكذا وكذا. تمام. طب شكرا يا فندم، نطلع فاصل ونرجع تاني. تمام يا فندم. تمام.
ورجعنا تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، وبنستكمل لقائنا مع الدكتور بدر زكريا المحامي بالنقد والإدارية العليا والدستورية، وإحنا بنتكلم عن التسجيل في الشهر العقاري. وقبل الفاصل كان بيتساءل متصل عن في حالة امتناع الورثة عن تسجيلهم في الشهر أو تسجيل إجراءات تسجيل العقد المحرر بينه وبين والدهم الله يرحمه. طبعا الدكتور ممكن يعني نرجع للنقطة دي تاني ونبدأ تاني في سؤال. طب ممكن أنا بس أنا عايز أعرف دلوقتي لو الورثة ما جوش وأنا أعلنتهم، هل أن كده يعتبر الإعلان بتاعي سليم وببشر الدعوة عادي، ولا لازم أعلن جميع الورثة؟ هتعلن حضرتك جميع الورثة بموجب إعلام الوراثة، ولو ما جوش هيتحملوا نسبة 5% أو 7.5% الخدمات بتاعة الدعوة على الثمن نفسه. تمام. ولو ده لو ما جوش، أما لو جم يبقى المدعي صاحب دعوة الصحة ونفاذ اللي هو الأخ المتسائل هيتحمل نسبة الخدمات والنسبي اللي هي بتاعة المحكمة، اللي هي كانت 7.5% ثم أصبحت 5% في تتسددها في خلال 90 يوم. بعد ال 90 يوم هتبقى 7.5%. طب سؤال مهم جدا اتسألت أنا فيه شخصيا كتير. احنا اتسألنا في الموضوع المواضيع دي كتير قوي. لا ده سؤال خاص بضريبة التصرفات العقارية. ناس بتسألني حتى وأنا ماشي في الشارع كده بتقول لي يا دكتور لو سمحت أنا شاري شقة أو شاري شقة، ضريبة التصرفات العقارية مين الملزم بيها؟ هل أنا كمشتري الملزم بسداد ضريبة التصرفات العقارية ولا البائع هو الملزم بسدادها قدام الضرائب العقارية؟ تمام. لا حضرتك الإجابة على السؤال دوت البائع هو الملتزم بضريبة التصرفات العقارية. والموضوع ده شائك شوية. شائك ليه؟ هقول لحضرتك الموضوع ده أصلا من سنة 2005. موضوع ضريبة التصرفات العقارية أنشئ من سنة 2005 بالقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته قانون 11 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية اللي هي 14 لسنة 2015. قالت الضريبة دي قالت إن الضرائب العامة تحصل نسبة 2.5% من صاحب التصرف العقاري أو ضريبة التصرفات العقارية. حضرتك كان الأول لما تيجي حضرتك ترفع دعوة صحة توقيع في المحكمة ورفعت الدعوة والدعوة تداولت وخدت حضرتك حكم، تفاجأ إن جاي لك جواب من الضرائب العامة يقول لك لو سمحت أنت عليك ضريبة تصرفات عقارية، فتجري على المحامي في إيه؟ يقول لك أنت عملت إيه؟ المحكمة بتبعت صورة رسمية من عريضة الدعوة للضرائب تقول لها يا ضرائب الراجل دوت باع شقة أو باع عقار أو باع أرض فضاء أو والمشتري راح رفع دعوة صحة توقيع، فلو سمحتي يا ضرائب عامة إحنا بنبلغك إن أنت تحصلي منه ضريبة التصرفات العقارية. ده بدعوة صحة توقيع. أما في دعوة صحة ونفاذ تمام، في دعوة صحة ونفاذ في حالات أعفى منها، في حالات إعفاء لضريبة التصرفات العقارية. طب نستكمل التصرفات العقارية بعد الفاصل، نطلع فاصل أعزائي المشاهدين ونرجع تاني. رجعنا تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل وبنتكلم عن ضريبة التصرفات العقارية ومين هو الملزم بدفعها، هل البائع ولا المشتري؟ حضرتك طبعا ذكرت كده إن البائع هو الملزم بسداد الضريبة أو ضريبة التصرفات العقارية. هل في حالات مستثناة وحالات إعفاء متعلقة بضريبة التصرفات العقارية يعني ممكن محدش يدفعها، ولا ملزمة لأي شخص بيع سواء كان شخص طبيعي زي أنا ببيع لحضرتك أو شركة لو أنا كنت بشتري من شركة، هل في
حالات استثناء في الضريبه الخاصه بالتصرفات العقاريه؟ عندنا 7 حالات للحالات المعفيه من ضريبه التصرفات العقاريه. ايوه. اول حاله الاراضي الزراعيه الغير معده للبناء في الريف والقرى. أيوه. دي مستثناه لان دي بتدفع عليها ضريبه عطيان. تمام. 2 كل ما آل الى اي شخص عن طريق الميراث. كل ما آل الى اي شخص عن طريق الميراث بشرط ان هو يكون اول ايد، يعني لو باع هذا الشخص باع ملزم بضريبه تصرفات عقاريه. أيوه. كل من هو اخذ حس ارض او وحده سكنيه او ارض فضاء في التجمعات العمرانية الجديدة عن طريق القرعة أو التخصيص ده معفى برضك أو اليد. تمام. في كل ما الشركات العقارية المطورة زي شركات كبيرة بتبيع كومباوند بتبيع فيلا بتبيع كل ده معفى من ضريبة التصرفات العقارية، ده المشتري معفى. أي. اما لو المشتري ده باع هيسدد ضريبه تصرفات عقاريه. يعني معناها كده يا فندم انا لو اشتريت من كومباوند، تمام، او شاري شقه او شيء في كومباوند معين وعايز ابيع، يبقى انا كده ملزم لو أنا بعت. لو بعت انت ملزم بسداد الضريبه العقاريه. طيب تمام. انا كده كزوجه عايزه ابيع لزوجي او لابني، هل ملزمه بتسديد التصرفات العقاريه؟ تمام. لو كتبتي عقد هبه، عقد هبه انت مش ملتزمه بضريبه تصرفات عقاريه. اما لو عقد هبه، انما لو اما لو لانها هتقول بالميراث. تمام. اما لو بعتي انت حضرتك ملتزمه بسداد الضريبه العقاريه. فعجاله كده، ايه النصائح اللي حضرتك ممكن تقدمها للمشتري وهو بيشتري العقار او الشقه او الفيلا؟ بعجاله كده ممكن تقول لنا اهم النصائح اللي انا ممكن احمي بيها المشتري من اي تلاعب او اي نصب بالنسبه للبائع. هم حاجتين. ايوه. يشوف تسلسل الملكيه مظبوط ولا لا لما يجي يشتري في بند الملكيه. تمام. وممكن يروح منصص في العقد الشراء بتاع الشقه او الوحده او الارض ان ضريبه التصرفات العقاريه يلزم بيها البائع بسددها. طب وبالنسبه للحصه بتاعت الارض، هل ممكن وردك اللي انا اوجهه اللي هو يعمل توكيل؟ تمام. يعمل توكيل. شكرا يا فندم. بنشكر حضرتك وحلقه كانت شيقه. تحت امرك. مبسوطين جدا بوجود حضرتك معانا دكتور بدر زكريا. انا اللي سعيد والله يا دكتوره. ولنا لقاء اخر. بشكر زميلي. بشكرك يا زميلي دكتور يوسف. شكرا يا فندم. شكرا يا فندم. وبشكرك يا دكتور بدر، وبشكركم اعزائي المشاهدين في كل مكان، وانتظروني في حلقه قادمه ان شاء الله في نفس الموعد في الاسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.